بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. معكم رجاء أبو خلف من مدرسة زهرة الأشرفية، معلمة الصف الأول، ودرسنا اليوم في اللغة العربية عن اللام الشمسية واللام القمرية. نرحب اليوم بأصدقائنا السنجاب والخروف، أحب أن يشاركونا في درس اللام الشمسية والقمرية، فنرحب بهم ونقول لهم أهلا وسهلا. هيا. أنا اسمي السنجوب، وأنا أحب الحروف العربية جميعها، واليوم سأتحدث عن نفسي لأحكي لكم الحرف. اسمي ببدأ بالسين، هل هو لام قمرية أم لام شمسية؟ وأنا اسمي الخروف. نعم، لأنكم تروني دائما وتأكلون من لحمي، وهذا الصوف الذي يغطي جسمي. أنا أيضا جئت لأعرض عليكم حرفي، وهو حرف الخاء، هل هو حرف قمري أم حرف شمسي؟ سنرى قريبا. انظروا يا أصدقائي، أنا سنجوب شاطر، كتبت اسمي السنجاب، وكتبت لأني بشرب الشاي، كتبت الشاي، كتبت السنجاب الشاي. انتظر يا سنجوب، ماذا فعلت؟ أين حرف اللام؟ لا يوجد في السنجاب حرف اللام. لا يوجد في السنجاب حرف اللام، ويوجد في الشاي حرف اللام. اجلس وانتبه إلى الحصة لتعلم كيف يوجد في حرف اللام يا سنجوب الشاطر. انتبه يا سنجاب، كيف بدي أشرح حرف السين، هل هو قمري أم شمسي؟ أنت كتبت السنجاب، وهذا خطأ لأنه يوجد في حرف اللام، لكن في اللام الشمسية الشمس بتغطي على حرف اللام، إحنا ما بنشوفها لكن بنلفظها، إذن تكتب ولا تلفظ، نقول السنجاب، ونضع فرق حرف السين شدة، السنجاب. أحسنت. كلمة الشاي، هذه الشاي، لا هي الشاي، أيضا تكتب اللام ولا تلفظ، وتضع شد الشاي، السنجاب، الشاي، السنجاب. هل رأيت؟ هل رأيت يا سنجاب؟ يلا ثاني مرة، بدك تنتبه كيف انك تكتب للحروف الشمسية حرف اللام. ايضا عندنا في الحصة عندنا جاء في صوت طائرة، انها الطائرة. انظر يا سنجاب كيف سأكتب الطائرة، واللام الطائرة، الطائرة، اللام موجودة، وهون اللام موجودة، وهون اللام جا موجودة، بنسميها الشمسية، تكتب ولا تقرأ، تكتب ولا تقرأ. أيضا في عنا سأتناول حبة تمر. ماذا تقول يا سنجاب؟ أحسنت، التمر من الحروف الشمسية، نكتب كلمة التمر، التمر، التمر. إذن كتبنا اللام لكنها لا تقرأ، إذن قلنا السنجاب، السنجاب طبعا هذه خط وليس همزة، خط هوني، الشاي، الطائرة، التمر، هذه نسميها كلمات اللام الشمسية. إذن حرف السين والشين والطاء والتاء، هذول من حروف اللام الشمسية. هلا بدنا نكتب حروف اللام الشمسية عشان تحفظوها وتنتبهوا عليها كويس. حروف الشمسية، س
سين شين طاء ات اث اد اذ ار اذ قص اض. قط اض ال ان يعني سين شين طاء تاء ثاء دال ذال راء زاي صاد ضاد ظاء لام نون. هذه حروف اللام الشمسية، هي الشمس بتضحك لنا لأنه عرفناكم على حروفها وعلى كلمات تحتوي على اللام الشمسية. سنجوب سيعرفنا على إخوانه اللي بينتموا لحرف أو اللام الشمسية. عندنا الرمان، الرمان هذه اللام الشمسية تكتب ولا تقرأ. أحسنت يا سنجوب. الدب، الدب صديق الدب كيف حالك؟ لام شمسية. الصندوق أخبئ فيه ما أخذه من ثمار لذيذة. الصندوق لام تكتب ولا تقرأ. السيارة لأذهب فيها إلى الغابة. السيارة اللام تكتب ولا تقرأ. الثعلب إنني أهاب منه. الثعلب اللام أنا أخاف منه. اللام شمسية تكتب ولا تقرأ. الذئب، الذئب صديقي مرحبا يا ذئب. الذئب لام شمسية تكتب ولا تقرأ. السلام عليكم. النجم، النجم الذي يظهر في السماء. السماء أيضا كلمة شمسية. أحسنت يا دبدوب، أحسنت يا دبدوب أنت شاطر. النجم لام شمسية تكتب ولا تقرأ. الشمعة ببيرت، لا ما فيها ببيرت أسكت. اللام شمسية تكتب ولا تلفظ. الزرافة صديقتك، الزرافة تكتب اللام ولا تقرأ. الليمون اللذيذ، الليمون تكتب اللام ولا تقرأ. الليمون اللام تكتب على اللام، خربطنا فيها معلش سامحونا. وهذا هو درسنا يا أصدقائي. إلى اللقاء، إلى اللقاء، أراكم في درس آخر. السلام عليكم.